هاي أنا تريسي مسعود، شفتوني قبل على قناة مزاج بهيدا الفيديو مع ليلى عقيد، واليوم رح خبركن شو بعمل بنهار واحد. كل يوم الصبح بوعى على 5:15، 6 بكون رحت عم بعمل جوغينج، 7:30 بكون رحت على الشغل وبلش نهاري. أوكي عم بمزح، كل يوم بوعى على 8:15، أوكي 8 بس بحط ألارم على 7:15، 7:30، 7:30، 8:15، 8:15 بس بوعى على 8. أول شي بعمله بس بوعى بشرب مي and straight to shower. ما بعمل هيك لأنه حمامي لهيدا المي. بالحمام يجري بستعمل كل شي شاور جل، شامبو على بيز مشمش. إيه بستعمل شامبو على مشمش. ليه بستعمل شامبو؟ لأنه البرودكتس موجودين بالشاور جل مش هن زيتهم بالشامبو، وكرمال بستعمل شي يكون أنعم وأحسن لبشرة الرأس. بس اطلع من الشاور برجع بغسل وجهي بمي شرب، وبنشف وجهي بتشو مش بمنشفة. الشي اللي لازم تعرفوه عن الاشخاص اللي عندهم لوبس مثلي انه ما فينا نتعرض للشمس. So during the weekends بتشوفوا كل العالم قاعدين وحدا قاعد بالفيات، اكيد ها انا او حدا مثلي. كل يوم مفروض حط فول بروتكشن على وجهي اللي بخلطهم مع ماي ديلي مويسترايزر. هول هن البرودكتس اللي بستعملهم حسب ماي ديرماتولوجيست ادفايس. باخد مرطب البشره وباخد واقي الشمس وبخلطهم مع بعض لان بيعملوا مزيج سلس اكثر على الوجه وبيعطوا افكت طبيعي اكثر وبصيروا كايند اوف تنتد فاونديشن. الشيء الثاني اللي بعمله كمان اللي هو اسهل وقت ما يكون الجلد اخلطهم اثنيناتهم هو اللي بستعمل هيدا البرودكت. هيدا البرودكت سحري، اذا بتشوفوه بتلاقوه مرطب للبشره بس وقت بنمرغه شو بيصير؟ بيصير تنتد، يعني عنده لون معين للبشره مثل الفاونديشن وفيه SPF 30 يعني واقي كمان ضد الشمس. بنطر وجهي ينشف وبهيدا الوقت شو بعمل؟ بروح نبش على ثيابي نقيتهم قبل بنهار بعقلي. بس ما تعملوا هيك لانه انا عم نبش عليهم اوبس بالغساله، اوبس بالمصبغه، اوبس ما عم لاقيهم، اوبس تاخرت على الشغل. مثل ما اليوم تاخرت على الاستوديو، سوري ساشا. للشغل بنقي او بانتس بكونوا واسعين مع شيء ضيق من فوق، او بالعكس بلبس بليزر تكون شوي واسعه مع بانتس ضيقين. بلبس كعب صغير بس شيء يكون كثير بيريح تقدر اقدر انهار فيه. وايام بلبس ميدي دريس يعني فستان يكون للركبه او اطول لانه رايحه على الشغل. وانس بلبس صار وقت الميك اب. شو بعمل كل يوم؟ اول شيء واللي هو السر انه برسم حواجبي. حواجبي منن تاتو لانه بالكيس تبعي تاتو ما بيقعد على الجلد، لهالسبب بنجبر كل يوم انه اعمل انه انا اعلم حواجبي. هاويفر للاشخاص اللي هن ما عندهم هالمشكله بنصحكم تعملوا سيمي بيرمننت ميك اب او الميك اب شبه المستدام. ليه؟ لانه بيعطيكم كثير لوك طبيعي وما بيبقى كل الوقت على بشرتكم مجبورين انه ترجعوا تعملوه كل 6 أشهر او كل 7 أشهر او كل سنه حسب البشره اللي انتم عندكم اياها. الشيء اللي لازم تعرفوه للاشخاص اللي عندهم رموش خفاف مثلي انه اللي بعمله بس بحط ماسكارا على الطرف تعمل كاموفلاج وخبي الفراغ اللي هو بالنص، وبحط كل يوم اي لاينر. الايلاينر عادة بنقيه بنفسجي غامق مش اسود لانه الاسود بيعطيكم قساوة وما حدا بده يبين قاسي during the day. اما بلاش كتير قليل لحط بلاش، بس اذا بدي احط بستعمل ريشة تبينه بشكل كتير طبيعي. عشفافة عندي اكتر من 50 لبستيك بس بستعمل بس 2 ليب لاينر اللي هو روز وولد كولر، والتاني هو لبستيك بس نيود. بعلم شفافي بالليب لاينر وبلونهم كمان، وبس بستعمل لبستيك بالنص. لبستيك اللي بالنص بيجي شوي افتح تبينهم شوي اكبر ويعطيهم بلومبي لوك. اوبس صار 9:15 وصار وقت نروح على الشغل، بس النهار ما ببلش بلا قهوه. الشيء اللي لازم تعرفوه عني انه I'm not a morning person، ما بحب اوعى بكير، بس وقتها ببلش النهار البسمة دايما على وجهي. ليه؟ لأنه نهاركم بيكون أحلى وتكونوا productive أكتر، تشتغلوا بطريقة أحسن، بتعاملوا مع العالم اللي حواليكم بطريقة أحلى. نهاري بالشغل هو calls 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 meetings 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 work work work، بس أحلى part هو الغداء. شو بحب أكل على الغداء؟ كل شيء، عن جد كل شيء، بس ما في أكل كل شيء.
انا بتبع حمية اللي هي لاكتوز فري، جلوتين فري، كورن فري، صوي فري، شوغر فري، بروسيس شوغر فري، everything free. هلا اكيد 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 بزعبر خصوصا بالويكند، بس عادة اذا في حال بدي نقي اكلة فيها كل هولي مع بعض ما بناكلها، بنقي شي تاني. صارت الساعة 6 وصار لازم ارجع على البيت. يوجولي على 6 او 6 ونص وقتها بوصل على البيت، اللي بعمله هو او بسبح او بروح على الجيم. كتير مهم انه مارس الرياضة كل يوم، لإلي كتير مهم تقوي عضلاتي كرمال تخف التنشن عن مفاصل، أما للأشخاص البقية كتير مهم لأنه مهم لصحتنا ولنفسيتنا. سو أنا بنصح كل شخص عم يحضرنا اليوم إنه شو تعملوا كل يوم أو يوم أي يوم لا دلكن عم تتحركوا. تمريني عادة بياخد من 45 دقيقة لساعة مش أكتر، وإذا كنت عم بسبح أو بالجيم. بس خلص تمريني بطلع على البيت، بتحمم، بلبس شي كتير بيريح، او بطبخ، او بقرا كتاب، او برسم، او بقعد على الكاوتش على الكنبايه وبحضر فريندز. حلمي انه نام 9 ساعات بالنهار، تقوم متنشطه، بس ولا مره بتزبط معي. نام بحوالي 6 ل 7 ساعات مش اكثر، 8 ساعات يعني كتير. قبل ما نام اكيد فرش اسناني او بحط على وجهي مرطب للبشره، او بستعمل ماسك يكون ريفرشينج، يعني شيء اقدر احطه ونام فيه وبس اوعى يعطيني اطلاله حلوه. وهيك كون خبرتكم شو بعمل بنهار واحد. ما تنسوا تكتبوا بخانه التعليقات اذا حبيتوا هيدا الفيديو، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناه مزاج، وان شاء الله اشوفكم بفيديو جديد. تشاو.